السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الندوة الخاصة حول العمل الإنساني في السودان. قبل شهر من الزمان اندلع القتال بين الجنرال حميدتي قائد قوات الدعم السريع وبين رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان. القتال كلف السودان العشرات من الضحايا من المدنيين، وكلف البنية التحتية دماراً واسعاً، ولكن في خضم هذا القتال نسي الكثيرون المأساة الإنسانية التي تسببت بها تلك الاشتباكات التي توقفت جزئياً في الأيام الماضية بعد هدنة توصل إليها الطرفان في مدينة جدة السعودية. لماذا نسي العالم السودانيين؟ لماذا سارع العالم إلى إجلاه رعاياه من العاصمة السودانية الخرطوم ونسي المواطنين السودانيين في الخرطوم وغيرها؟ في هذه الحلقة نتحدث عن أبعاد الأزمة السودانية من الناحية الإنسانية مع ضيوفنا هنا في الاستوديو الذين أرحب بهم: رئيس منتدى العمل الإنساني العالمي دكتور هاني البنا، وكذلك الناشط في العمل الخيري دكتور فتح الصادق جميل. دكتور هاني، اسمح لي أن أبدأ معك بهذا السؤال في مقدمتي: لماذا نسي العالم البعد الإنساني للأزمة السودانية وركز على البعد العسكري السياسي، وكأن هذه الحرب التي تجري ليست لها تكلفة إنسانية باهظة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشكلة الأمم المتحدة دلوقتي والمؤسسات الدولية الكبرى المانحة والدول اللي هي المشكلة النقدية المادية في دعم العمل الإنساني بكافة أنواعه، خاصة بعد حرب أوكرانيا. أصبح الأولوية الأولى لأوروبا كدول مانحة هي أوكرانيا، لأنها تعتبر بالنسبة لهم أمن قومي. فيما بعد أوكرانيا أي شيء تاني ممكن يحصل، تطلع وتنزل تطلع وتنزل إلى آخر، يعني مهما كانت تكلفة الإنسانية، مهما كانت اتنست في خلال أوكرانيا الزلزال بتاع تركيا وبتاع شمال سوريا اتنسى خلاص، قعد أسبوعين أو ثلاث أسابيع وراح، بالرغم من التكلفة الحقيقية للدمار في تركيا لا تقل عن 100 مليار دولار فقط، ده في تكلفة البنى التحتية خلاف التكلفة الاقتصادية للدمار ده هذا. فلما ننظر الآن نجد أن الأمم المتحدة في ورطة كبيرة جدا، إنها مش عارفة تجيب فلوس منين. على الرغم من الأزمة الإنسانية الآن في السودان، أزمة كبيرة، يعني إذا كان رأس الدولة في الخرطوم العاصمة هناك اشتباكات وقتال والقيادة ضائعة إلى حد ما، فكيف سيكون واقع العمل الإنساني في بقية ولايات؟ هو أهم شيء في العمل الإنساني في الخرطوم هو المعابر لوصول المواد الإغاثية والدعم الإنساني للناس التي تغلق من خلال إما هذا الطرف أو هذا الطرف، الله أعلم. فما ننظر لمثل هذا الأمر نجد أن المعبرين الوحيدين الممكن إدخال المواد الإغاثية للسودان منهم إما من مصر أو عن طريق بور السودان، لكن بعد أن تصل المواد الإغاثية إلى هذين المكانين كيف سيصلوا إلى الخرطوم أو إلى أماكن أخرى؟ نعم، وخاصة ربما دائما في كل الأزمات والحروب الداخلية يتم تسييس المساعدات الإنسانية من قبل طرفي الصراع. الآن دكتور فتحي، نعم، حتى نضع الأمور بحجمها، ما هو فعلا دون أن نبالغ ودون أن نقلل حجم المشكلة الإنسانية التي تسببت فيها الاشتباكات المتواصلة نسبيا في السودان حتى الآن؟ بارك الله فيك. أولا دعني أشكر قناة الحوار على هذه الفرصة الجميلة اللي نقدر نسلط فيها الضوء على ما يحدث في السودان والظروف اللي احنا نمر بها كسودانيين. الشيء المهم في هذا الأمر أنه عند المثال مثل سوداني باللغة الدارية يقول السواي ما لك جاي، أو الذي يفعل دائما لا يجد نتيجة يعامل بالمثل يعني. فمعروف أن السودان دولة مستقبلة لأعداد كبيرة جدا من الناس من الدول الجوار بالذات، وحتى من دول بعيدة عننا. يمكن هذه الكارثة كشفت عن عدد كبير جدا من الجنسيات المختلفة اللي كانت موجودة في السودان وتم إخلاءها. كل العالم كان موجود في السودان،
يعني فوجئنا بأنه أنا شخصيا يعني كنت بعرف أنه في جالية هندية مثلا الصغيرة، لكن لما شفت في عملية الإخلاء عدد الهنود اللي كان تم إخلاؤهم أو الصينيين أو يعني الأمليزيين أعداد كبيرة جدا بخلاف الأفارقة من الدول المجاورة. المسألة في أنه يعني إحنا في ظروف المجتمع السوداني يعاني معاناة رهيبة جدا جدا، والذي يعني أثر على هذه القضية أنه في الآن عندنا مثلا شهر 5 الأمطار حتبقى تبدأ في بعض أجزاء السودان، حيكون حتى لو كانت موجودة مواد غذائية في بعض الأجزاء المنتجة في السودان حيكون ترحيلة للعاصمة صعب جدا وللمدن الثانية. لكن هذا القتال دكتور هاني أشار إلى المعابر، مسألة المعابر. نعم. ووجود أحد طرفي القتال على أحد هذه المعابر، إلى أي مدى ترون بأن الطرفين سواء القوات الدعم السريع أو الجيش السوداني ساهم باستمرار هذه الأزمة الإنسانية؟ يعني هل كان بالإمكان على سبيل المثال أن يجنب الطرفان الوضع الإنساني ويلات هذه الحرب؟ أنا في رأيي أنه الجيش السوداني فوجئ بهذه الحرب ولم يكن مستعد لها بالمعلومات الكافية حتى أنه يتخذ إجراءات أنه يحمي المعابر ويعني يحمي الطرق الرئيسية في البلاد، ولذلك كانت بالنسبة لهم التحرك، لأنه كثير من القوات كانت محاصرة في مناطق معينة، لأن قوات الدعم السريع كانت مثلا في المناطق الحساسة الاستراتيجية في القصر الجمهوري، في الإذاعة، في حوالي مدينة الخرطوم، الطرق الخارجة من الخرطوم أو الداخل الخرطوم كلها كانت موجودة فيها قوات، وده بيدل عنه التخطيط كان تم من سنوات مش من شهور ولا كذا، ولذلك كان الجيش بوغت في هذه المسألة، وللأسف الشديد اضطروا يستخدموا طائرات داخل المدينة الخرطوم اللي هي عملية صعبة جدا جدا، يعني الطائرات من الصعب أن تستخدمها في مدينة فيها عدد كبير جدا من السكان. كيف تسبب هذا بمعاناة المدنيين داخل الخرطوم تحديدا؟ أنا شخصيا أسرتي كلها موجودة في الخرطوم، وعندي وما زالوا حتى الآن للأسف أنه بعضهم اضطر يطلعوا من الخرطوم، وأنا عندي في بيتنا الخاص يعني الأسرة الصغيرة عندنا ناس ما طلعوا من الخرطوم طول عمرهم الآن طلعوا كلهم في الأقاليم وبصعوبة وبعد إصرار، لأنه أصبحت المسألة صعبة جدا. نعم. جدا ممكن يخشوا عليك الناس في بيوتك. على كل حال سأتحدث معك أيضا دكتور فتحي بالتفصيل عن دور الجالية السودانية هنا. نعم. في مؤازرة السودانيين في الخرطوم، وكيف أيضا تمت عمليات سفر السودانيين الذين يحملون الجنسيات البريطانية. لكن أرحب معي عبر سكايب بالدكتور حمادي الأخضر، عضو الائتلاف الإنساني الدولي من أجل السودان. أهلا بك دكتور حمادي، كيف تابعتم دكتور حمادي الوضع الإنساني في السودان، وإلى أي مدى تشكل الاشتباكات بين الدعم السريع وبين الجيش السوداني تسبب معاناة إنسانية للسودانيين سواء في العاصمة أو في كل ولايات السودان؟ أهلا وسهلا أخي الكريم، شكرا على الاستضافة، و الشكر موصول للدكتور هاني والدكتور فتحي على حماسهما الدائم واهتمامهما، وتهمم الدكتور هاني على الخصوص بقضايا إنسانية متعددة. أشير أنه قبل أقل من شهر تأسس التحالف الإنساني من أجل سوريا، وكان منتدى العمل الإنساني العالمي الذي نتشرف بالعمل معه مع الدكتور هاني حفظه الله من بادر لتأسيس هذا التحالف، وما أن بدأت هذه الأزمة كما ذكرت حتى بادر أيضا إلى تأسيس هذا التحالف الإنساني من أجل السودان. الوضع في السودان مثل ما ذكرت ومثل ما حلل المحللون وتحدث في ذلك هو وضع في الحقيقة مزري للغاية، خاصة لأثاره الإنسانية. الإنسان في نهاية المطاف حينما تقع القلاقل والصراعات والحروب يكون ضحية لها، و النتائج كارثية لا على مستوى النزوح ولا على مستوى غياب الحاجيات الأساسية، لا على مستوى الأمن، لا على مستوى الأمن الغذائي وغيرها، على أي من مؤشرات الأزمة التي تستفحل كلما كانت مثل هذه الصراعات. ولذلك فتدخلنا في التحالف الإنساني من أجل السودان هو تدخل في هذا الجانب الإنساني لمحاولة يعني إنعاش ما يمكن إنعاشه، وإلا فإن الحل في الحقيقة هو يتطلب أكثر من ذلك. طيب دكتور حمادي، الوضع الإنساني فعلا كارثي، وإذا أخذنا آخر إحصاءات للأمم المتحدة قبل أسبوع وليس الآن،
الأمم المتحدة تتحدث عن أكثر من 340 ألف شخص قد نزحوا، 100 ألف منهم خارج السودان. هناك مشكلة كبيرة في الخرطوم فيما يتعلق بالمرافق الصحية، فيما يتعلق بالوصول إلى الرعاية الصحية أيضا، إضافة إلى نهب مكاتب إنسانية في العاصمة وغيرها. كمتابع للعمل الإنساني وكعضو في الائتلاف العالمي الإنساني من أجل السودان، ما هي الأولويات من وجهة نظرك التي ترونها بالنسبة للوضع الإنساني في السودان؟ أخي، نحن الآن نتحدث عن إدارة أزمة، هذه أزمة نديرها، ولذلك فالأولوية هي للحاجيات الأساسية. الناس الآن تحتاج إلى حد أساسي من الأمن، وهذا ما طالب نداء الملتقى الذي أنجز، وإن سمحت لي بعد قليل أعرج على بعض معطياته. هذا أول ما نادى به، أن تسعى كل الجهات، يعني كل من يهمه الأمر، كل من يمكنه أن يوفر الحد الأدنى من الأمن لاستتباب العمليات الإنسانية، ولتستطيع المؤسسات والمنظمات الإنسانية التي للأسف وجدت نفسها تحت يعني ظرف الحفاظ على الموظفيها، وجدت نفسها في مضطرة لمغادرة البلاد. فلذلك الأمن هو عنصر أساسي متطلب، الأمن الغذائي أيضا هو عنصر أساسي، المأوى هو عنصر أساسي، وغيرها مما أشار إليه خبراء وأعضاء التحالف الموجودين من داخل السودان. كانت هناك تقارير غاية في الأهمية، وهي الآن أرضية ل يعني تحديد الحاجيات المطلوبة، سواء من وزارة الصحة أو من مفوضيات العون الإنساني أو من غيرها من المتدخلين من داخل السودان. سأتحدث معك عن الملتقى من أجل السودان، ولكن دعني أسأل دكتور هاني البنا عن ما شاهدناه في الأيام الأولى لهذه الاشتباكات، مسارعة كل دول العالم إلى نقل رعاياها، بالتأكيد كل دولة مسؤولة عن رعاياها وعن تأمين سلامتهم، هذا أمر لا بأس به، لكن أن يكون التركيز كله فقط على نقل الرعاية دون الالتفات إلى الوضع الإنساني في السودان، أو حتى دون الالتفات إلى المكاتب الإغاثية التي تحدثت قبل قليل بأنها نهبت. نحن نتحدث عن قضية أخلاقية في العمل الإنساني جديدة، إن أنا وأهلي ومن بعضنا الطوفان، فيما يعني كنا نتحدث من 20-30-40 سنة عن أخلاقيات مختلفة حتى ما بين العاملين الإنسانيين اللي هم بيشتغلوا نفسهم. يعني أنا كتبت ورقة مثلا منذ حوالي 20 سنة اسمها يعني زي ما تقول نسيت الاسم حتى. إن يعني موضوعها عنوانها ان انا هو السكيورتي، يعني ايه امن من؟ تعلمنا من المؤسسات الدوليه اهم امن في الصراعات المسلحه امن العامل الاجنبي. اولا خاصه اذا كان اجنبيا وليس وطنيا، إذا كان غربياً وليس شرقياً، دي نمرة واحد. أنا دي ورقتي اللي أنا كتبتها من 20 سنة. نمرة اثنين أمن العامل الأجنبي، نمرة اثنين اللي هو الغير أوروبي أو غير أمريكي باللون بالبشرة. تالت حاجة أمن العامل المحلي، ياخذ آخر شيء يعني ده حتى في يعني لما يحصل أزمة يعني زي الأزمة بتاع الحرب كده أو بصراعات مسلحة، أول شيء بيعملوه اللي هو العاملين بتوعهم. فلذلك تجد مؤسسات الأمم المتحدة مباشرة نقلت أو غيرها حتى من مؤسسات دولية عامليها إما لبورت السودان وإما لأثيوبيا مباشرة. طيب هل يعني هل أنت تلومها بأنها نقلتهم وهي تقول بأننا عملت ذلك من أجل أمانهم وحياتهم؟ هم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياتهم، بس من أي من العاطفة بتاعتنا ما تقودناش لأشياء خطأ. هم مسؤولين عن هؤلاء العمال، وعندهم قوانين وعندهم سياسات وعندهم أطر، فمحاسبون أمام الدول أو أمام المانحين أو أمام المدراء بسلامة موظفيهم. لكن القضية الأخلاقية فين؟ من هو الضحية؟ الضحية هو العامل الإنساني المحلي الذي يترك في الوقت اللي هو يريد كل الناس تكون حوله، يعني في أمس الحاجة. هذا البعد هو الذي دفعنا للحديث عن دور الجاليات السودانية، يعني كيف تجلى دور السودانيين الذين بعضهم
يحمل الجنسيات البريطانية، وسمعت أنا قصص أن حتى هؤلاء كانت الحكومات الغربية تتأخر في إجلائهم وتضعهم على الدور حتى تجلي أولاً المواطنين الذين يعني كما نقول بين قوسين مواطنين الأصليين أو البيض، ثم يأتي بعدين دور حامل الجنسية، ثم يأتي أخيراً أيوة. دور من يحمل الإقامة أو لديه تأشيرة الدخول. أعتقد عندنا تجارب عملية، يعني مثلاً لو كانت هذه البثعة اللي حصلت في أوروبا، مثلاً عندنا الكيس بتاع أوكرانيا، تم التعاون مع كل الناس الضحايا في الحرب دي. لكن في حالة السودان أبواب كل أوروبا فتحت، مثلاً إمكانيات متوفرة لهذه الدول الكبرى، يعني كان ممكن مضاعفة الإمكانيات عشان ينقذوا الموظفين الأوروبيين مثلاً، وفي نفس الوقت العاملين معهم، وحتى كمان يحموا الضعاف في البلد، يعني ما كان في ما يمنع. لكن للأسف الشديد يعني كل الذي تم أنه أولوية لناسي أنا، أولوية لأهل أنا أو موظفين العالميين، بعد كده باقي الآخرين ديل ما في اهتمام كبير. الآن حتى كمان طبعا طلع قانون جديد الآن، سمعته قبل يوم أو يومين، أنه ما حيكون في فيزا للسودانيين عشان يجوا بريطانيا. يعني الآن حيقولوا ما تأثير ذلك على سير عمل بعض الكثير منهم الذي لديه عمل، أو مثلا الطلاب الذين لديهم دراسة؟ مش كده، حتى في مرضى محتاجين أنه مثلا يطلعوا بسرعة عشان يحصلوا علاج. أنا فقدت 3 أشخاص من أسرتي بسبب عدم الوصول للمستشفى عشان يعملوا غسيل الكلى. تعزينا في أسبوع، بارك الله فيك. لكن هذا لآلاف من الناس، مش مجرد أهلي أنا، يعني كثير من الناس. كان ممكن هذه الطائرات اللي بتجي عشان تأخذ الأجانب هي نفسها تجيب آليات ومعدات لإغاثة أرواح بشرية موجودة هناك. لماذا لم يتم الالتفات لهذا الأمر؟ يعني هذا فعلا نقطة في غاية الأهمية، لأنه نسوا الوضع الإنساني، كما تحدث بعض المكاتب تركت يعني دون حتى أن يتم تأمين حماية لها لتقوم بدورها. السبب الحقيقي هو أنه تفرقة في التعامل حسب اللون وحسب الاستفادة تحت الدولة منها. يعني لو كان الليلة هذا الحدث في بعض الدول الأفريقية مثلا في كينيا أو في دول الكومنولث، يمكن التعامل كان يكون مختلف شوية. لكن المصالح بتقول الآن إذا أنا ما عندي مصلحة في هذا البلد أو في ناسه، اهتمام يكون أقل ما يمكن. هنا دعني أسأل دكتور حمادي، ما تقييمكم لاهتمام العالم بالجانب الإنساني منذ الأيام الأولى للحرب؟ مرة أخرى كل الاهتمام كان ينصب على إجلاء الرعايا الأجانب من الخرطوم، وقليل ما كان يتم الالتفات إلى الجوانب الإنسانية. لماذا مثلا هؤلاء الذين الطائرات التي دخلت كما قال الدكتور فتحي التي دخلت لتجلي، لماذا لم تجلب معها المساعدات مثلا؟ هو للأسف وضع السودان هو وضع خاص حتى منذ قبل الأزمة، فلذلك وجود المنظمات الإنسانية فيها وعملها بنفس الإيقاع الذي تشتغل فيه بدول أخرى هو بطبيعة الحال كان ضعيف ومختلف على أي لأسباب متعددة. لما جاءت الأزمة بطبيعة الحال استفحل الأمر. نحن كما ذكرت منطق إدارة الأزمة أو إطفاء الحرائق مثل ما سمعت يوما الدكتور هاني يسميه، هو منطق مختلف عن التنمية وعن برامج على أي تنموية ونافعة وغيرها مما ترومه المنظمات الإنسانية والخيرية. فإذا كان التركيز فقط على إطفاء الحرائق، لكن للأسف حتى إطفاء الحرائق ببرامج مستعجلة هو متعذر الآن لظروف موضوعية في الحقيقة. حتى هذه المنظمات لا يمكن لومها في نهاية المطاف أكثر مما ينبغي، والمطلوب هو أن توفر الجهات على أي المتصارعة برعاية أممية وبرعاية كل من يمكنه ذلك، ممرات يعني آمنة وظروف أمنية سليمة لتمارس هذه المنظمات الإنسانية عملها وفق هذا الوجه المطلوب. نعم، أنتم تحدثتم عن ملتقى من أجل العمل الإنساني للسودان، ما هي أهم خلاصات هذا الملتقى؟ طيب أنا أعرض هنا بعض الشرائح تباعا. الملتقى هو تم على هو في الحقيقة ملتقيين، كان الملتقى الأول بالعربية أبعاد الوضع الإنساني في السودان، كانت مشاركات غاية في الأهمية طبيعة الحال دكتور هاني، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية من الكويت، قطر الخيرية، جمعية الرحمة العالمية،
الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، العون المباشر، الهلال الأحمر القطري، المنتدى الخيري الإسلامي من بريطانيا، لجنة الإنقاذ الدولية، ثم مشاركات من الداخل السوداني، نتحدث عن الإدارة العامة للطوارئ الصحية، عن مفوضية العون الإنساني، عن قطاع المياه والإصحاح، مكتب الإغاثة الإسلامية أيضا بالسودان، إدارة النازحين بمفوضية العون الإنساني، وغيرها من المشاركات. الاستجابة فيه، وأنت سألتني قبلا عن الاستجابة، في الحقيقة كانت استجابة كبيرة للأمانة، فرح بها يعني أعضاء التحالف، وعبر عن ذلك جميع المشاركين. كانت مشاركات منظمات من أمريكا، من المملكة المتحدة، من داخل السودان، من ألمانيا، كانت مشاركات أيضا من المملكة العربية السعودية، من مصر، من الإمارات، من قطر، من الكويت، كانت مشاركات مهمة أيضا من الكويت، على أي هذه جميع من فلسطين، من تركيا، من أمريكا مثل ما ذكرت، ومن بريطانيا. فإذا هذه المشاركات في الملتقى العربي. الملتقى بالإنجليزية كان يوم الجمعة الماضي، وشارك فيه الاتحاد الإفريقي، يعني في شخص السيدة ريتا أموخوبو وشؤون اللاجئين، شاركت فيها السيدة بالوما مارتن من أكشن أجينست هانجر، ووزير الصحة السوداني شاهين أشرف من إكفا إمرجنسيز أبيلز ألاينس، السفير عطل منان بخيت، الإم سي إف فادي عيتاني، زارة محمد من الإم سي بي، وبنديكت ريدمان من دانيش ريفوجي كونسل، وسامي محمد عن الهيئة الخيرية الإسلامية العامية، وأيضا ممثلون من إدارات الداخل السوداني. بطبيعة الحال أمر على هؤلاء المشاركين في الملتقى إلى مخرجات هذا الملتقى، وأحاول أن أمر يعني سريعا إلى النقاط. النقطة الأولى، عبر المشاركون عن التضامن والدعم الإنساني للشعب السوداني. النقطة الثانية، ناشد هذا التحالف وهؤلاء المجتمعون المجتمع الإنساني الدولي والدول المانحة والمنظمات الأممية والدولية والإقليمية تقديم الدعم لشعب السودان في محنته. وكانت هناك الإشادة بجهود التآزر والتراحم التي عبر عنها الشعب السوداني في هذه المحنة. ناشد المجتمعون جميع المنظمات خاصة الدولية والأممية التي تعمل في السودان البقاء ومواصلة العمل داخل السودان، وهذا الذي كان يتحدث عنه الدكتور هاني والأستاذ فتحي قبل قليل، وتقديم المساعدات للشعب السوداني. النقطة الخامسة، ناشد المجتمعون بالإخلاء الفوري للمرافق الخدمية العامة، وهذا أمر غاية في الأهمية، والمستشفيات، وأن لا تتخذ مكانا للعمليات غير الإنسانية، وأن يتم تمكين والسماح للعاملين في هذه المرافق بأداء مهامهم. كما طلب من المنظمات الأممية والحقوقية القيام بواجبها في تجريم وملاحقة كل من يستخدم هذه المرافق للأعمال غير الإنسانية. كانت مناشدة أيضا الدول والمنظمات في دول الخليج ودول الجوار السوداني والدول الأخرى أن تقدم المساعدات للسودانيين العالقين بها لحين يعني أن يتمكنوا من العودة للسودان. مناشدة أيضا للمجتمع الدولي، المبادرة الإقليمية، الدول الصديقة، سعادة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وكيل الأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، تكثيف جهودهم للوصول لهدنة لتمكين الشعب السوداني والعاملين في المنظمات الإنسانية من القيام بدورهم. وكانت مناشدة أيضا للدول التي تقوم بإجلاء رعاياها. طيب، مثل ما ذكرت حضرتك قبل، سأتوقف عن هذه المناشدة الأخيرة وأعود لك مرة أخرى، لكن أسأل دكتور هاني عن أهمية هذه المنتديات والملتقيات التي هي بالأساس تؤازر العمل الإنساني، ولكنها ليست أداة تنفيذية يعني للقيام بالعمل الإغاثي. ما أهمية مثل هذه الملتقيات، وكيف يمكن أن فعلا لا تتحول فقط إلى منتديات للمناشدة دون أي شيء على الأرض؟ هو في حالة الصدمة بيفقد الإنسان توازنه، سواء كانت حكومة أو سواء كان شعب أو سواء كانت مؤسسات، فلا بد يكون فيه، فلولا نفر من كل طائفة فرقة ليتفقهوا في الدين،
دي بتكون الفرقة اللي بتعمل إضاءة. نحن لا نقول إن إحنا عندنا الحل السحري، لكن نقول علينا نخرج من هذه النقاط الـ13 أو الـ14 أو الـ15 بنقطة واحدة، واللي هي أول حاجة وقف الحرب، خد بالك، النظر إلى القضية الإنسانية، لأن اللي قتل من اللي قتل من الشعب السوداني يفوق 500 شخص بريء من الأبرياء وغير المشردين في داخل السودان، وغير النازحين داخل السودان، وغير اللي هاجروا خرجوا للسودان، لو سواء أثيوبيا أو جنوب السودان أو راحوا تشاد أو راحوا مصر أو إلى آخر. النقطة الأخيرة المعابر الآمنة. النقطة الأخرى دور المجتمع الدولي اللي هنتكلم عنه، دور الحكومات اللي بتتكلم عن الديمقراطية وعن الإنسانية وعن المساواة وعن الحرية، أين هو؟ حينما نجد، أنا لما كنت راجع مرة بسفرية من السفريات لمطار برمنجهام حبيت أهزر، يعني أمزح، تعرف إن المصريين بيحبوا النكت، دائما عندهم روح الدعابة، النكت خرجت من مصر وبعدين رحت للعالم كله. فدخلت على الديسك اللي هم النساء القاعدة، قلت لهم أنا جاي من أوكرانيا، بصوا لي كده في وشي وقعدوا مستغربين، يعني كانوا في حالة صدمة عصبية، خد بالك، بس كنت عايز ألقط الصورة دي. واحد شكلي كده بسم الله ما شاء الله أبيض وعينيه زرقاء أو شعر أصفر، شايف الشعر، خد بالك، جاي من أوكرانيا، فسؤال متخوف متخوف، معناها إيه؟ معناها إن أنا مش مستعد أتنازل عن التفرقة بين لاجئ ولاجئ، بين نازح ونازح، بين ثقافة وثقافة، بين قيمة وقيمة، بين فلسفة وفلسفة، وتاريخ وتاريخ. فده اللي احنا نتكلم عنه، ونحن مجرد احنا بنعمل ايه؟ احنا بقول دي ومضة وعلينا أن نتمسك بها لكي نحولها لشعاع ثم لشمس. كيف يمكن لهذه الومضات حسب تعبير الدكتور هاني من خلال هذه المنتديات الملتقيات أن تسلط الضوء على أزمة إنسانية يتم التغافل عنها بشكل شبه تام أثناء ذكر الأزمة السودانية والاشتباكات؟ هناك عدة مسائل. أولا التخطيط لأي أعمال إغاثية أو التنبيه لأي نقاط الضعف التي تستحق الأولوية، هذا من صميم عمل هذه المنتديات، التوعية العامة بالنسبة للجمهور وللحكومات، هذه مهمة جدا في أنه الناس يكون في هذه المنتديات المخرجات بتاعتها تكون عملية وتوجه إلى أصحاب الـ يعني الـ القرار، حتى أنه هم إذا كان عندهم أي سياسات تبنى على أساس هذه المناقشات اللي هي بتطلع من الناس في النهاية هم في الفيلد، في الحق، نعم، في الميدان، في الميدان. ولذلك لابد من أنه يعني مثلا موضوع المعابر بالنسبة للآن أخواننا في الخليج وفي السعودية وفي بعض البلاد العربية عمل مجهود كبير جدا عشان يشتروا آليات مثلا لغسيل الكلى، إغاثات، تجميع مبالغ مالية، لكن إذا ما كان الطريق من بورسودان إلى الخرطوم إلى باقي المدينة سالك، هذه الأشياء ستبقى في السعودية أو في جدة أو في بورسودان. لكن لابد من أنه هذه المنتديات تنبه أنه من الضرورة أنه التركيز على ما يسهل وصول المساعدات وما يسهل يعني وقف القتال، يعني هي لها دور حتى في حث السياسيين على عدم إخفال الجانب الإنساني في مناقشاتهم وحل الأزمة. شكرا لك. المفروض الجانب الإنساني يكون هو الأساس. قد نعود لك دكتور فتحي الصادق جميل، شكرا جزيلا لك، كما أشكر أيضا دكتور هاني البنا رئيس منتدى العمل الإنساني العالمي. السودانيين من الجانب الدعم النفسي زايدا برضو، يعني في جوانب أخرى مثل الدعم المادي، في الجوانب الصحية والدعم بالدواء من خلال منظمات الصحة العالمية والصليب الأحمر والهلال الأحمر، زايدا مختلف الجمعيات الإنسانية مثل الإغاثة الإنسانية وجمع من بعض الجمعيات التي تعمل في مجال الإغاثة الصحية. وهل تجد أخ أسامة كيعني شخص له تجربة في الأيام الأولى للاشتباكات أن مثل هذه البرامج في الدعم النفسي يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على الأقل على الأسر التي استطاعت الخروج؟ طبعا هذا اللي بحكم الصدمة الأولى، يعني هي يمكن يكون من الحاجات الأساسية اللي هو محاولة المعالجة النفسية لمعظم الأسر،
حقيقة ممكن من المنطلق ومن المنبر ده أود أن أشكر يمكن يكون مدينة بيرمنغهام هي من المدن اللي كانت لها قصب السبق في محاولة مساعدة كل الأسر باعتبار معظم يكون تم إجلاؤهم جوفي عبر مطار بيرمنغهام. ممكن كان أخص برضو بالشكر في مبادرات فردية كانت جميلة من ناشطين والله. وممكن لو أخص بالأسماء أخوتنا سنية وياسمين وأخونا كريم، بل حتى الأطباء كان لهم دور كبير، أخوتنا مرافي مريم نافيد، مجموعة من ناس بيرمنغهام، كمان معظم الأطباء كان لهم دور كبير في موضوع أعطوا مثلا شرح وافي لعملية التسجيل. يوم عمل بيرمنغهام كوميونيتي برضو الجالية اللي هي في بيرمنغهام، الجالية السودانية في بيرمنغهام، في ممثلين منها يعني ساعدوا في إقامة يوم. اليوم تم فيه شرح وافي لمعظم الأسر اللي جات، يعني تقريبا معظم الأسر اللي تم إجلاء هي كانت تسكن في بيرمنغهام من زمن. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك أسامة الحاج الناشط في العمل الإنساني، كما أشكر أيضا دكتور طارق طه صلاح رئيس جمعية الأطباء النفسيين السودانيين في بريطانيا وأيرلندا. مرة أخرى أعزائي المشاهدين نتابع هذه اللقطات حول الوضع الإنساني في السودان، ثم نعود لمتابعة هذه الندوة. شكرا جزيلا. شكرا لكم. Egyptian Arkin land crossing has received thousands escaping Sudan. It's the busiest time the border has ever seen. While the main the bus catches the eyes of most people at the border as it offloads suitcases and passengers. Dozens stay next to their belongings, anxiously waiting to get the green light to cross back home. Meanwhile, they try to shelter themselves from the scorching desert sun. It says that so far around 14,000 Sudanese citizens came to Egypt. Adel Mahroui for CGTN at Arkin land crossing on the Egyptian-Sudanese border. أهلا بكم مرة أخرى، وأرحب بضيوف هذه الفترة من ندوتنا، الأستاذ محمد موسى مدير منظمة كبيري الخيرية، وكذلك مرة أخرى أرحب بالدكتور فتح الصادق جميل الناشط في العمل الخيري. أخ محمد، كعامل ميداني في العمل الإغاثي، اسمح لي قبل أن أسألك عن ما قمتم به وحملاتكم، عن مكانة السودان في العمل الخيري. المعروف بأن السودان تستقبل مئات الآلاف من اللاجئين الإريتريين، السودان استقبلت اللاجئين في كل مراحل تاريخه الحديث من كل الدول العربية وحتى الدول الأفريقية، فما أهمية موقع السودان كمستقبل للاجئين قبل أن يتحول الآن كمصدر للاجئين والنازحين؟
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر قناة الحوار لإتاحة لنا الفرصة بأن نتحدث عن السودان، السودان الذي يعني يعجز فيه اللسان عن أن يصف يعني حال الإنسانية، السودان الشعب الرحيم، الشعب الكريم يعني في أصله، الشعب الذي استضافه يعني من أوائل من استضافه هو استضافه الإريتريين، الإريتريين الذين استضافهم من أكثر من 40 سنة تقريبا، فكان مأوى للاجئين. والسودان يعني سبحان الله حتى عندما أغلقت الأبواب في أوجه بعض السوريين واليمنيين والعراقيين، السودان فتح أبوابه لهؤلاء الناس. فالآن بأن نرى السودان في هذا الحال كان صراحة حالة مؤلمة جدا. وأنا أذكر أيضا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في سوريا في إحدى الفترات، لم يكن أي بلد في العالم يستقبلهم دون تأشيرة. نعم. إلا السودان. نعم. وبقي السودان البلد الوحيد الذي يستقبلهم. صحيح. دون سؤال عن تأشيرة أو نعم صحيح أو أسباب دخول. السودان سبحان الله، طبعا أمس كان عندنا حملة في برمنغهام في يونيتي اف ام، فكنت يعني أقول في تلك الحملة السودان هو البلد الوحيد الذي أتاح الفرص لجميع اللاجئين في العالم، يعني يكاد يكون ما في العالم لاجئ إلا ويكون موجود في السودان، كل الأبواب أغلقت أبوابها إلا السودان التي فتحت أبوابها. الآن بالرغم من اليو إن برضو يعني رفعت يدها من القضية الإريترية، ونحن نعمل في مجال الإغاثي كجمعية كبيرة للإغاثة، إلا أنه السودان فتحت أبوابها. فما دورنا نحن كمسلمون كعرب، ما دورنا تجاه هذا السودان، هذا الشعب الأبي، هذا الشعب الكريم، هذا الشعب الذي يعني أنا كنت أقول له الدكتور جميل أمس، السودان البلد الوحيد الذي لا يغلق بابه، شوف الأمن اللي كان عندهم لهذا الدرجة، كان السودان بلد آمن وهو أيضا سبب للأمن، حتى الأمن الغذائي العربي حتى والإفريقي. أرحب بالسيدة تهاني عز الدين ناشطة في العمل الخيري. ما أهمية أن يرد الجميل للسودان والسودانيين في العمل الإغاثي عندما يحتاجون له؟ سيدة تهاني تسمعيني؟ طيب ربما نعود لك مرة أخرى. على كل حال نفس السؤال أوجهه لك أستاذ فتحي. السودان كانت لها أيادي بيضاء على الأقل بإمكانياتها المتواضعة والبسيطة، وبأنها لم توصد بابا أمام أي محتاج من إفريقيا أو حتى من الدول العربية. فما واجب كل الدول الإسلامية والعربية الآن أن ترد الجميل لذلك البلد المعطاء؟ والله أولاً يعني فعلاً السوداني، أي سوداني جزء من طبيعته البشرية الكرم واستقبال الضيف، يعني حتى إحنا عندنا أمثلة كثيرة جداً أنه تجد أسرة ضعيفة جداً عندها ماعز واحد، لو جاء ضيف يذبح هذا الماعز يكون هو مصدر اللبن للأطفال، لكن الناس يقول لهم الله كريم، يعني كلمة الله كريم دي معناها توكل شديد. الآن في هذه الظروف نحن ما عايزين يعني نشحد أو نطلب من الناس الآخرين، لكن بنفتكر أنه مش مسألة أنه يعني إعادة الدين أو سداد الدين، نحن عندما نطعم الناس لا نريد جزاء ولا شكر، هذه من طبيعة السودان، لكن الآن بنعتقد أنه يعني السودان في وضع لابد من أنه الإخوة خاصة العرب والمسلمين لابد من أنه يمدوا يد العون في هذه الظروف الصعبة، حتى وأنه يرجع السودان ليعينهم تاني يرد الدين لهم المرة الجاية بإذن الله. الآن قبل دقائق أنا بعد ما طلعت من الاستوديو قبل دقائق لأول مرة من أكثر من أسبوع 10 يوم قدرت أتلقى اتصال من أخي بس خارج الآن، يعني هناك صعوبة في التواصل مع السودان؟ دي مشكلة كبيرة جدا، يعني احنا أسرتنا في العاصمة طبعا انت كما تعرف أم درمان وقرطوة بحري، أي مدينة من هذه المدن واسعة جدا وأهلنا موزعين فيها، للأسف الشديد أنه حتى الناس الموجودين في واحدة من المدن الثلاثة من الصعب عليهم جدا أنه يتواصل. أولا الأمن، يعني خروج الإنسان من بيته عشان ما يمشي لبيت أخوه أو أخته فيه خطورة شديدة جدا. نمرة ثانية غير متوفر المواصلات، نعم من الصعب جدا انه في المواصلات هي نفسها، يعني اصحاب العربات يعني اذا خرج احتمال يفقد سيارته، لانه في كم كيس يمكن تكونوا شفتوها في الميديا انه ناس طلعوا بسيارته نزلوهم اخذوا منه السياره وحتى الهاتف اللي معه اخذوه. طيب نمره 3 العمليه بتاعت انه
يعني البترول ما فيش شفته. فالآن أنا أتوقع إنه إخواننا في الدول العربية بالذات يركزوا على تيسير الحياة بالنسبة للناس اللي عايشين في مناطق المشاكل، وبأقرب فرصة ممكن بعد تأمين المعابر أهم حاجة الناس يهتموا بعيشة الناس، بترحلهم، بكهربتهم، يعني تشغيل محطات التواصل الاجتماعي والإنترنت. فدي أولويات. هذه الأولويات كيف استجاب لها العمل الخيري سواء من خلال منظمتكم أو من خلال منظمات العمل الخيري هنا في بريطانيا؟ والله طبعا نحن عندما تلقينا خبر الحادث اللي صار أو الحرب اللي بدأت في السودان قمنا بحملة، لأنه كانت فاجعة بالنسبة لنا. تخيل أن السودان بعد أن كانت يعني ممكن البلد الوحيد أقدر أقول لك يعني في دول في أفريقيا خصوصا تأخذ المال في يدك ولا أحد يعني ينظر إلى المال اللي أنت تأخذه، يعني لهذه الدرجة فيها أمن، يعني فلوس أنت الناس شايفة أنها فلوس معاك في يدك بس ما يعني ما تخاف أنه أحد يسرقها منك. الآن أصبح الناس خايفين على أرواحهم مش على أموال، ما عندهم أموال ومع هذا خايفين. فنحن هنا طبعا في كدورنا كجمعية كبيرة للإغاثة، نحن الحمد لله منذ يعني ما يزيد على 15 سنة نعمل في مجال إغاثة اللاجئين الإريتريين في شرق السودان. ولكن بعد ما بدأت هذه الكارثة في السودان فيعني بدأنا بحملة لكل المتضررين في السودان ليس الإريتريين فقط، لأنه الآن يعني هذه من الواجب علينا أن نرد الجميل لهؤلاء الناس، وبالرغم أنه مهما عملنا لن نستطيع أن نرد هذا الجميل لأنهم يعني اللي عملوا أكثر بكثير مما نحن يعني سوف نعمل. بعيدا عن الجانب العاطفي وهذا مهم، ماذا عن الجانب التنفيذي الأدائي؟ يعني ما هي الحملة التي قمتم بها لتلبية الاحتياجات الأساسية؟ يعني وفي أي قطاعات كنتم ترون بأن هذه القطاعات هي التي يجب أن يتم تأمين الاحتياجات احتياجاتها؟ طبعا عندما تواصلنا مع الفريق حقنا اللي هو موجود في السودان، يعني أكثر حاجة الآن حوجهم هي الغذاء، وإن كان الحوجة كبيرة جدا. المستشفيات الآن كما تعلم يعني أنه دمرت، شايف كيف، أو أنه تعطلت تماما فيحتاجوا إلى أدوية، لكن أكثر ما يحتاجوا قالوا الغذاء، لأنه الغذاء هو يعني تعرف أنت من غير الغذاء الإنسان لا يستطيع أن يعيش. فنحن الآن مركزين في الغذاء، فالحمد لله يعني حملتنا يعني بدأت منذ تقريبا 3 أسابيع يعني بعد رمضان مباشرة، وما زلنا مستمرين في الحملة. بالأمس كنا في قناة يونيتي اف ام والحمد لله كانت القناة يعني أو الحملة موفقة بحضور الدكتور جميل وبعض الإخوة السودانيين كذلك، وما زلنا نستمر في الحملة. كيف كان تفاعل الجاليات المسلمة هنا في بريطانيا مع حملتكم؟ والله أنا أقول لك يعني صراحة كانت ممتازة، ممتازة جدا، وإن كان الإعلام هو اللي يلعب دور كبير، لأنه الإعلام الآن زي ما أنت عارف يعني أحب أشكر قناة حوار صراحة على أنه أضاءت يعني الضوء على هذا النقطة، لأنه كثير من القنوات أصبح مرور الكرام يعني على قضية السودان، الآن في قضايا أخرى يمر عليها القنوات، فلذلك الناس الجمعيات في كثير من الأحيان يتفاعلوا مع الإعلام، والناس كذلك لو ما شافوا أنه في قضية إعلامية لا يتفاعلون معها. طيب لذلك هنا أسأل الدكتور فتحي عن ضرورة تعريف المأساة الإنسانية للناس، لأن مرة أخرى الكثير تحدث عن الاشتباكات وكيف ستنتهي الاشتباكات، وصلوا لهدنة أم لم يتوصلوا لهدنة، أما آثار هذه الاشتباكات على الأرض على حياة الناس قليل من يتحدث عنها. فعلا والآثار يعني كثيرة ومتنوعة جدا جدا. أولا الآثار النفسية بالنسبة لي يعني الأسر تهدمت، ناس يعني هاجرت إلى مناطق ثانية، التواصل صعب جدا جدا. كمان يعني احنا انا بتذكر كان في ايام الجفاف والتصحر في السبعينات والثمانينات جات معونات اغاثيه كبيره جدا من دول العالم، وزعت بالذات في اقليم دارفور نتيجه لانه كان تعرض لزحف صحراوي ولجفاف ول يعني ركود في الانتاج الزراعي. الان نحن لا ندعو ل يعني الشام باغذيه من الخارج، لكن بنفتكر أنه في داخل السودان نفسه ممكن الناس إذا توفرت المواصلات، توفرت الخدمات، توفرت الاتصالات، ممكن الناس ينتجوا ويغذوا نفسهم أكثر بأي شيء ثاني. وأنا أعتقد أنه مهم جدا أنه عشان نعالج الناحية النفسية عند الناس لابد من أنه أجهزة الإعلام تلعب دور كبير برضو من المسألة دي، وأنه يطمن الناس بأن المسألة دي مؤقتة وتنتهي. أيوة.
شكرا جزيلا لك دكتور فتحي الصادق جميل ناشط في العمل الخيري، وكذلك لمدير منظمة كبري الخيرية أستاذ محمد موسى. مرة أخرى إلى هذه اللقطات حول الوضع الإنساني، ونعود لنتابع ندوتنا. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. The Egyptian Arkin land crossing has received thousands escaping Sudan. It's the busiest time the border has ever seen. While the main the bus catches the eyes of most people at the border as it offloads suitcases and passengers. Dozens stay next to their belongings, anxiously waiting to get the green light to cross back home. Meanwhile, they try to shelter themselves from the scorching desert sun. It says that so far around 14,000 Sudanese citizens came to Egypt. Adel Mahroui for CGTN at Arkin land crossing on the Egyptian-Sudanese border. The honor to give the floor to Mr. Volker Türk, High Commissioner for Human Rights, to make a statement via video message. Thank you.
أهلا بكم إلى الفقرة الأخيرة من ندوتنا، والتي نتحدث فيها عن العمل المدني في مساعدة السودانيين، وخاصة السودانيين الذين عادوا من الخرطوم وتأثيرات ذلك عليهم نفسيا. أرحب معي هنا بالناشطة في العمل المجتمعي المدني مرافع عمر، وكذلك أيضا متخصصة في العمل الاجتماعي السيدة تريسي باتر. مرافع، ما هي تجربتك في إغاثة وتقديم الدعم للعائلات السودانية التي كانت عالقة في الخرطوم من خلال العمل المجتمعي اللي قمتم فيه أو بالتنسيق مع السلطات البريطانية؟ أولا السلام عليكم وشكرا لقناة الحوار لاستضافتها. منذ بداية الحرب كان الوضع الإنساني في غاية السوء، حيث اضطر الآلاف للنزوح من العاصمة القومية الخرطوم للولايات الأقل تأثرا بالحرب وللحدود مع دول أخرى مثل تشاد، إثيوبيا ومصر. قامت المملكة المتحدة مشكورة بإجلاء رعاياها بالإضافة لأصحاب الإقامات وفيز لم الشمل. بعد حملة الجوازات البريطانية يعني بعد حملة الجوازات سمعت أنهم تأخروا، يعني مو كلهم مباشرة قامت السلطات البريطانية بإجلائهم. بالضبط كده. مكان، هل كانوا في أسباب يعني لعدم إجلائهم؟ بعض من الأسباب الـ ظهرت لي بعد ما تكلمت مع عدد من الأسر تمت مساعدتها. مثلا one of them was saying ما بيقدر يخلي أسرته وراه. يعني عندهم أسباب خاصة. أيوة. أنه ما يستطيعوا يعني يخرجوا لوحدهم ويتركوا أقاربهم الأخو والأم اللي هم ما عندهم الجنسية البريطانية. أيوة. وبعد ذلك خرجت الأسر، خرجت الأسر وصلت لهنا لبريطانيا، كيف ساعدتهم؟ من هنا جاءت فكرة التطوع لمساعدتهم. الفكرة جاءت من أنه الأسر دي كانت مستقرة في السودان لسنوات عديدة، وبالتالي لا مسكن لهم ولا وظيفة في المملكة المتحدة، على الرغم من أنهم عندهم جنسية بريطانية، لكن كانوا عايشين فترة طويلة في السودان ومستقرين فترة طويلة، والآن وجدوا أنفسهم هنا في بريطانيا وهم فترة طويلة يعني بعيدين عن بريطانيا وما عندهم شغل في بريطانيا. كيف ساعدتهم؟ قمنا تواصلت بصديقتي تريسي نسبة لخبرتها الطويلة في مجال العمل الطوعي، ونسبة لعملها في الكونسل المحلية البلدية، قمنا بزيارات ميدانية للأسر والأفراد لتفقد احتياجاتهم. جميل. هذا في برمنغهام ولا في كل بريطانيا؟ في برمنغهام بشكل أساسي. في برمنغهام تحديداً. يعني لأنه في برمنغهام في عدد كبير من الجالية السودانية. عدد كبير من الجالية السودانية وعدد كبير من الأرايفل اللي وصلوا من السودان. يس. زرناهم وجدنا احتياجاتهم أولية وبسيطة جداً. مثلاً. سجادة الصلاة أو مصحف. أو سكارف، حجاب، سبحان الله، أو ملابس، تحديدا كوت، مع أنه الجو مختلف من السودان لهنا، فthey find the weather يعني بارد بالنسبة لهم. بارد بالنسبة لهم. ثم قمنا بمخاطبة المحلية، السلطات المحلية يعني للدعم. أيوة. قمنا بمخاطبة الجالية السودانية جزاهم الله خير، وتفاعلوا معكم جدا جدا. قمنا بمخاطبة الجالية الباكستانية، and كان في تبرعات كثيرة. جميل. We managed. وهل ما زال أمامكم يعني مشوار من أجل مساعدتهم واستمرار دعمهم، خاصة أنه في بعضهم طلاب؟ نعم. وجاءوا للدراسة.
حتكلم في الحته دي عن الطلاب، ودي اكثر فيها انا مؤثره فيني نفسيا، لانه الطلاب تحديدا بين عمر 18 و 23 كان تفكيرهم في مستقبله مدرسي. نعم. اغلبهم طلبات بكليه الطب في السنه الاخيره. Now they have to start all over again. شكرا جزيلا لك مرافع على هذه التجربة وعملك في المجتمع المدني. أنتقل لتريسي أيضا عن تجربتك في العمل المجتمعي وكيف قدمتم الدعم للأسر السودانية التي اضطرت أن تخرج من السودان. About your experience, how you gave support to families who were displaced from Khartoum, some of them without any resources. Yeah, that's right. Marafe contacted me and asked me, please, we really need your support. We have this family that arrived in Birmingham and Solihull. So through my resources that and my contacts through my work, I tried to find out what we can do, basically. I know that the council was supporting these families, but there's just so much that the council can do. A lot of people are not aware that the paperwork takes time. And when paperwork takes time, people think nothing is being done. So we went, we assessed the situation, we asked what was needed. So we were able to get quite a few resources, like she mentioned previously as well. Next to those resources, there's just this much that the council can do, and they cannot do everything at once. And the gaps that are open, that's where we're trying to fill in at the moment. So some of them, we have a team of psychologists that I worked with previously in the past as well. And all of this, you know, through our own voluntary time, we try to do that, you know, as a community, basically. And we were able to give ad hoc psychological support to some of the people. You can imagine that you have, these are displaced families. We have one young girl that left her parents because the parents didn't make it on time for at the airport. So she's severely traumatized. She's 19. And she needs to start her life all over here without her parents and not being able to communicate with them because of, you know, the internet access isn't very great at the moment. Some of them living in a hotel, large families in a small room. It's an emergency accommodation. They are safe. They are in a hotel. But you can imagine that coming from such a background of traumatic things that just happened as well, the anxiety, the stress, the depression, PTSD at some of them is quite high. Being in a contained small room will make things even worse. So it's very crucial that they have the right support around them. And it's in between things because the council can provide you with a hotel, but we also know in the UK when you become homeless. كم كان عدد هذه الأسر، يعني تقديركم لعدد الأسر السودانية التي نزحت يعني أو اضطرت عفوا للقدوم إلى بريطانيا، والأسر التي قدمتم لها دعم؟ يعني about numbers, how many families were displaced from Sudan to the UK and how many families you gave support to? The UK had more than 250 people that they evacuated to from Sudan to here, displaced families. Within the West Midlands, we had over about 290 families, yes. We supported over more than 86 families directly. That's more than that. It was really focused on Solihull and Birmingham at the moment. We still have families that are in Coventry and Walsall. We are from the West Midlands, so that's the area that we try to contact, even though we did have people from Liverpool contact us, people from London. But we do as much as we can. وهنا سؤال الختامي لك، ما مدى أهمية العمل الذي قدمتموه لهذه الأسر؟ How important was the work and the support you gave to these families to help these families psychologically and emotionally? Well, it's been quite, it's very important because it's acute help. It means like ad hoc, like straight away. It's a crisis point. Obviously, they do have the background help, like they have been housed and things like that. But when it comes to a phone call, we haven't had any food, we don't have any money, what am I supposed to do? You can tell them go to the food bank, but how are they going to go to the food bank? They don't have any money, they cannot take a taxi. So through our resources, we do contact and we had donations, food
you know, served to them and brought to them straight away. The psychological support is 24/7 and in Arabic, so that's no problem. شكرا جزيلا لكما بارك الله فيك تريسي باتر المتخصصة في العمل الاجتماعي كما أشكر أيضا مرافق عمر الناشطة في العمل المجتمعي والشكر لكم أعزائي المشاهدين بهذا نصل إلى ختام ندوتنا حول أهمية العمل الإنساني من أجل السودان في خضم الاشتباكات العسكرية الجارية هناك شكرا جزيلا لكم